النهارده عندنا كيك العصاري، ودايما بنقول عليها كيكه العصاري. ليه؟ لان في العصريه كده والساعه 5 تحسوا كده ان احنا محتاجين نشرب حاجه وناكل جنبيها حاجه مسكره. فتعالوا بينا يلا نقول المقادير. عندنا ايه بقى؟ عندنا كوبايتين ونص من الدقيق، كوبايه من الزيت. طبعا في الكيك بالذات استخدام الزيت لازم يكون زيت حلو جدا وزيت نظيف ما فيهوش اي ريحه مش لطيفه علشان الكيكه تطلع معانا كمان كويسه ومش غامقه. كوبايه من الحليب، هنحتاج كوبايه سكر، سكر يكون ابيض حبيباته ناعمه، 4 بيضات، 3 معالق كبار من الكاكاو الخام، 3 معالق كبار من الميه. هنحتاج كمان معلقه كبيره من البيكنج باودر ومعلقه كبيره من الخل، معلقه صغيره فانيليا سايله ورشه صغيره من الملح. تمام، المقادير سهله وبسيطه، تلاقيها عندك ان شاء الله في البيت، هتخلصي الحلقه وتعملي الكيك على طول. يلا بينا بقى نشتغل. هناخد بقى بوله غويطه نبتدي نشتغل فيها ونحط فيها ايه؟ اول حاجه البيض. يلا بينا. من الحاجات المهمة جدا في نجاح الكيك معاكي ان تكون كل مكوناتك بدرجة حرارة المطبخ، يعني ما ينفعش اطلع البيض متلج من التلاجة سائع جدا واستخدمه على طول، هيبقى الموضوع مش حلو. فالبيض والحليب لازم يكونوا بدرجة حرارة المطبخ. تعالوا بينا يلا نحط البيض. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى طول معاه هنضيف الفانيليا، نضربهم كويس قبل ما ابتدي اضيف عليهم السكر. يلا بينا. بسم الله. يلا بينا بقى علشان ننزل السكر، وزي ما اتفقنا السكر ابيض، سكر يكون حبيباته ناعمه، ده هيديكي نتيجه حلوه جدا جدا في الكيك. بسم الله. على فكره لو ما عندكيش مضرب كهربا ينفع نستخدم الخلاط عادي جدا جدا، هحط فيه بقى كل المواد السائله اللي هي البيض، الفانيليا، الحليب والزيت والسكر، واقلبهم كلهم، طبعا معلقه الخل، وهخلطهم كلهم مع بعض في الخلاط، وبعد كده ابتدي انزلهم في بوله فيها يكون الدقيق منخول ومعاه البيكنج باودر، واقلبهم مع بعض كويس وما ننساش ذره الملح. هتبقى بالنسبه لك سهله جدا جدا، ده لو ما عندكيش طبعا مضرب الكهربا. احنا كده بنخفق كويس جدا السكر مع البيض والفانيليا، وزي ما انت شايفه الخليط بدا يكون خليط كريمي، السكر حساه داب خلاص والدنيا تمام. تعالوا بينا يلا ننزل بالحليب. بسم الله. هضيف كمان معلقه الخل والزيت، الخل حطيناه هنا او حطينا معلقه كبيره من الخل هنا علشان ايه؟ علشان يعمل قوام هش للكيك ولون افتح للكيك. خلاص خلطنا كل المكونات، تعالوا بينا بقى نضيف الدقيق اللي احنا نخلينه كويس جدا جدا. يلا. وادي كمان البيكنج باودر، وعلى اقل سرعه، ومعانا ذره الملح. يبقى كده حطينا كل المكونات الجافه على المواد السائله، وهنضرب على اقل سرعه لغايه ما الخليط يختلط تماما ويتجانس تماما. تمام.
كده خلصنا خلاص، يلا نرفع. كنا عملنا خليط الكيك وجهزناه، قسمناه نصين ومستنيين بس نحط عليه الكاكاو. طيب لما يجي احط الكاكاو احطه على الخليط على طول واقلبه، ما هو اللي هيحصل ايه؟ ان الكاكاو هيتقل لي قوام الكيكه قوي، فلازم نفك الكاكاو بتاعنا بشويه من الميه. فانا هحط الكاكاو، بسم الله الرحمن الرحيم، هحط حوالي 4 معالق كبار من الكاكاو الخام، واحط قدهم بالظبط ميه. علشان اظبط قوام الكيكه بتاعتي ما تبقاش تقيله ويبقوا الاثنين نفس السمك، الفانيليا والشوكولاته. يلا بينا بقى ننزل، بسم الله الرحمن الرحيم. نزلنا الكاكاو ونزلنا الميه قدوا بالظبط، وهقلب الخليط على اقل سرعه لغايه ما يختلطوا كويس جدا. وبقى كده عندي الكيكه مقسومه اتنين، نص فانيليا ونص شوكولاته. عايزه تعمليها بقى زي الزبرة تمام، ممكن. عايزه تعمليها نص ونص زي ما انا هعملها دلوقتي، براحتك خالص. بس انا احيانا في البيت بقى في حد يحب الكيك فانيليا بس كده، حد تاني يحب الكيك شوكولاته، فانا هرضي الاثنين النهارده واعمل لهم في قالب واحد الكيك بالشوكولاته والكيك بالفانيليا. خلصنا خلاص، الكيك جاهز معانا. تيجوا بينا يلا نبتدي ننزل خليط الكيك الفانيليا والشوكولاتة في نفس ذات الوقت. يلا هايل، انا كده عملت حاجز، نزلت الفانيليا ونزلت الشوكولاتة، اللي فاضل بقى هنزله بالشكل ده. وايدي الشوكولاتة كمان. عايزه بقى تجيبي ستيكس وتخلطيهم مع بعض علشان تاخدي شكل الرخامي اللي هو الماربل، او انك تسيبيهم بالشكل ده زي ما انت عايزه. يلا بينا بقى. فرننا شغال على 170، وهدخل على الرف الوسطاني، والقالب بتاعنا كان متجهز من قبل ما نعمل الكيك ودهنينه سمنه ورشينه رشه بسيطه بالدقيق. وبقى معانا الكيك نصين بالشكل ده، مين جايبه؟ زي الفل. يلا بينا بقى على الفرن، بسم الله. تمام، يبقى عندنا ايه؟ الكيك دخل على درجة حرارة 170، بدأت اشغل الفرن من اول ما بدأت اعمل الكيك. خلاص دخلناه على الرف الوسطاني، وهنسيب الكيك هيقعد قد ايه؟ هيقعد 40 دقيقة. بعد ال 40 دقيقة هجيب الستيكس وابتدي من نص الكيكاية، وابتدي اختبر الكيك اشوفها استوت ولا لا. هتطلع الستيكس معايا نظيفة يبقى الكيك استوى، لو طلعت معرقة بالعجينة يبقى هنسيبها 5 دقايق ونرجع نعمل لها الاختبار مرة تانية. الكيك بتاعتنا في الفرن بتستوي زي ما قلنا 40 دقيقة، ونبتدي نعمل لها اختبار علشان نشوفها استوت ولا لا. احنا عندنا بقى هنا نسخة معمولة ما شاء الله اللي في الفرن، ما شاء الله عليت والدنيا تمام. وهنستخدم السكينة المشرشرة، بسم الله الرحمن الرحيم. ونقطع بقى الكيك، نقطعها على 3، كل مثلث انا قسمتهم 4 مثلثات، وكل مثلث خديه كده على 3، تبقى قطعة معقولة. هتلاقي بقى قطعة فانيليا خالص، وقطعة شوكولاتة خالص، وقطعة فيها ميكس. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، كيك هشة جدا ما شاء الله، الله عليها. بصوا اللون بقى من جوه عامل ازاي، مين معايا؟ بصوا كده، شايفين اللون فاتح؟ بصوا هنا، دي عشان كانت الفاصل ما بين الابيض والفانيليا، الفانيليا والشوكولاته يعني. تعالوا بينا بقى ناخد واحده كده، بصوا بصوا الكيك هش خالص. لا احنا كده زي الفل. احنا 10 على 10، ربنا يكرمك يا رب. بالتبادل بقى كده، ويلا اللي نفسه في حاجه ياكلها بالهنا والشفاء. عايزه اقول لكم فعلا الكيك هش جدا جدا يا جماعه، ولونه ابيض وزي الفل، تحفه ما شاء الله، اللهم بارك اهو.
بصوا الجمال، بتعرفوا طبعا الكيكه هشه ولونها فاتح كده، شكلها يعني معانا اهو تحفه تحفه ما شاء الله. المقادير مظبوطه، يلا جربوها بقى، قوموا يلا على طول اعملوها. سبحان الله. حاولت اقدمها بشكل كده ايه، ابين فيه ان احنا عاملين الاتنين، الابيض والشوكولاته بس كده.